السلام عليكم. عليكم السلام. شنو حالتك؟ سيارة بالسيارة يعني صار ويا الحادث. حادث سيارة؟ ايه. ايش ادى الحادث؟ الى شنو؟ يعني كسر بالحوض. ايه. وكسر بالركبة. ايه. وكسرين بالفتش. ها قبل ايش قد؟ صار لي 8 أشهر. زين ام ايتام؟ بلي. كم انتي عندك؟ عندي 3. شو قد توفى زوجك؟ صار له هاي السنة الخامسة. وصارت 8 أشهر على هاي النوبة؟ اي والله. راتب هاي عديتش؟ اي بلي. زين اولادك مستمر بالمدارس؟ اي عدي 2. بياصل 3 ابتدائي وسادس ابتدائي. بس البناء مو انه يعني شوي ايه انه خسر. يعني زين ستي قاعد تاخذي علاج؟ اي بلي. ايش تاخذين علاجات؟ قد بالشهر يعني شلون؟ كلش قد راجعين دكتور؟ كل شهر انا هسه هذا يريدني ابو الكسور. اي الشهر يمه. وابو الكبد هم هكذا لان كبد مالتي كلش تعبان حتى قالوا لازم تسافرين بس منين اسافر؟ ايش قد علاج بالشهر؟ هذا علاجك؟ اي بلي. علاج هذا شنو هذا؟ هذا للكبد. للكبد، ها كلش قد تاخذين حبين؟ هذا الباكيت ما بتخ 30 يمكن، يعني ما متأكدة بس هو 30، هذا يومي ياخذ منه 3 حبابي، باكيت يعني بس ما يعني بالشهر. يراد لي أنا باكيت تقريباً. باكيت، يعني يوميا كلها علاجات. هذا لل علاجات كبد. هذا مال رجلي مال كسور؟ إيه. هذا هم للكبد. زين انت هذا علاجك هو على قد سنين راتب العائلة؟ 320. زين انت ساعه 300 شو تكلفك علاجات مصاريف جهالك مصاريف بيت مدارس؟ والله هي هاي يعني هم اللي شويه ذا ما عندك واحد من اولادك معاق مريض؟ لا بس عندي ابني انزلاق بالفقرات عنده بالرابعه والسادسه. انت تزيد اي واحد مساعدك؟ تجيب النهاية تجيب مساعدة احنا نخافش ان شاء الله ان شاء الله صحة وعافية الله يوفقك الله يعطيك العافية